السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القطعة دي يا جماعة تمنها 20 جنيه أو دولار تقريبا، لكن ليها استخدامات في كل بيت، تنفع أي فني وتنفع كمان أصحاب البيت للتحافظ على الأجهزة الكهربائية، لأن في أعطال كتير بنلاقي مثلا التلاجة تبريدها ضعيف أو مش بتبرد، الفريزر ما بيجمدش بيظهر فيه علامة تعجب، أو اللمبة الحمراء قايدة باستمرار أو بيظهر فيه عطل يدل على إن التبريد ضعيف. لكن المشكلة ما بتكونش مشكلة فنية، كمان الغسالة ممكن تكون بطيئة، لو غسالة أطباق ممكن تقف في مرحلة معينة، مرحلة مثلا تسخين المية أو كده، أو تقف أثناء التشغيل أو تقف أثناء العصر، فكل دي ممكن ما تكونش حاجة فنية ليها علاقة بالجهاز خالص. ممكن تكون الكهرباء ضعيفة. طيب الجهاز هيفيدني بإيه؟ ده الجهاز بيقرأ الفولت، ده لازم يكون موجود في كل بيت، بيتحط على ممكن كهرباء يركبه عند لوحة المفاتيح علشان تعرف الكهرباء بتاعتك ضعيفة ولا زيادة. كمان الكهرباء لو ضعيفة ده بيدمر أي جهاز كهربي، كهرباء زيادة برضو بيدمر اي جهاز كهربي، وهنعرف ايه الفولت المناسب. لكن طريقة تشغيله طبعا ده بيجي من عند اي محل كهربائي او اجهزة كهربائية اللي هو قطع الغيار، وبتقدر تحطه في الفيشة. طبعا انا مركب له سلكين، تقدر تركبه فيشة او توصله مباشر. لو وصلناه في الكهرباء كده هيقرأ زي ما احنا شايفين الفولت بتاعنا 212. طبعا الفولت المفروض يكون 220، في بعض الاحيان الاحمال بتختلف او الفولت بيعلى او بيزيد، ممكن يبقى اقل من 200، ممكن يبقى اعلى من 220، ممكن يوصل 230 240. طبعا ده غلط كله على الاجهزة، زي ما احنا شايفين المفروض يكون شغال عندنا باستمرار. لو لقينا اي عطل في الجهاز بتاعنا، تلاجة تبريدها ضعيف، الغسالة واقفة، اي حاجة ما بتشتغلش، بتستهلك اللي هي الاجهزة الكبيرة بتستهلك كهرباء كتير زي السخان الكهرباء او الغسالات او التلاجات او الديب فريزر، فمشكلة الكهرباء لازم الجهاز دوت يكون معانا. هو مش جهاز ولا حاجة، هي قطعة بسيطة جدا وسعرها رخيص، 20 جنيه، مش حاجة، ممكن تركب العداد او نقيس معانا بعض الوقت. طيب انا استفيد بيها ايه؟ ليها استفادات تانية كتير. اول حاجة ممكن لو الفيشة عندك بايظة ممكن تشوف الفيشة، تجرب الفيشة بتاعتك، لو جهاز مش شغال خالص تجرب بيها الفيشة. طيب ما انا ممكن اجرب بمفك تيست، لا ده المفك تيست هيبين الطرف الكهرباء بس مش هيبين الطرف الارضي، فدي هتبين جزئين تختبر بيها الفيشة. تاني حاجة الكهرباء، كهرباء لو ضعيفة في وقت من الاوقات بكون فيه الاحمال كتير ما تشغلش الجهاز بتاعنا، او لو في عطل نقدر نختبر قبل ما نجيب فني او نطلب الصيانة، نقدر نشوف الكهرباء بتاعتنا لو ضعيفة خلاص احنا بنجرب في وقت تاني ونشغل فيه. طيب الكهرباء لو ضعيفة طبعا ليها حلول زي منظم الكهرباء او رافع الفولتية، ولو زيادة عن اللزوم طبعا ليها حلول تانية زي جهاز حماية الكهرباء اللي بيسمح بمرور الكهرباء على الحاجة اللي انت بتحددها، بس 220 مش اكتر، مش هيشغل بعد كده. برضو الجهاز دوت ممكن تشغله لو الكهرباء ضعيفة يفصل الى اجهزة في حماية، فده هو اللي هيثبت لك حاجات كتير وهيفيدك حاجات كتير، لازم يكون موجود عند اي حد. كمان كفني، انا كفني لما بلاقي في جهاز ولا اي حاجة الاقي كل حاجة فيه سليمة، على طول بشك في الكهرباء، ممكن اسيب لهم قطعة زي دي عندي عندهم يختبروا في الاوقات هل الكهرباء ممكن تكون معاها مظبوطه دلوقتي، ممكن تقل بعد كده، وده بيحصل في كل مكان، ان الكهرباء بعض الاحيان اهي 210، ممكن في اوقات تشغيل التكييف او في الحراره العاليه ممكن توصل ل 190 او 180، في اوقات تانية ما يكونش فيه استهلاك خالص لو الفجر او حاجه ممكن يبقى 240 او 220 الطبيعي على حسب المكان.
ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك، وقول لنا رأيك أو استفسارك في التعليقات.